يا ربي تسهل عليا في شي خدمه من الصباح وانا كندور ما لقيت حتى شي خدمه يا ربي عييت. السلام عليكم. عليكم السلام. شي مساليه دابا خويا؟ انا باغا نخدم الموقف هذا. واش خاصكم شي خدامه؟ خاصني انا خدامه. كذبش عليا. شنو غندير؟ غادي تمشي تصبني ليا وتخملي ليا حتى عارف هذاك الشيء. من الصباح حتى انا كنقلب على خدمه. شحال تعطيني؟ شحال انت دابا باغا؟ شحال؟ وقولي انتيا انا راه كنخدم وداك الشيء اللي قسم الله غتعطيو ليا. ولكن خاصك تقول ليا. غنعطيك 1000 ريال 50 درهم اللي عندي. لا 1000 ريال. تعطيني 70 درهم؟ لا بزاف عليك. لا سير الله يسهل عليك. بزاف. من الصباح وانا كندور جي طابو ليا ورضيت ب 70 درهم. سير اخويا. الله يحفظك. شكرا. سمحي لي على الدراهم. آه اخويا اسمح لي انت. الله ما بغاش يسهل في هذه الخدمه. السلام عليكم. عليكم السلام. ما خشيت خلعتي؟ خلعتيني. لا ما تخلعي. من السلام بعد. السلام. بخير؟ لاباس الحال. هانيه. الحمد لله. ماما اختي تمشي معايا للدار تخملي لي الدار وتسقاي لي وتجفي لي. الصباح وانا جالسه في الموقف كنقلب على خدمه قول لي شنو غندير واش كاينه ماماك في الدار؟ كاينه ماماك ما تخافي ما والو صبني لي. ماشي مشكل انا غير تهلاو فيا. شحال تعطيني؟ انا من الصباح وانا جالسه في الموقف. شحال كتخدمي انت يا اختي؟ واش غنقول لك انا كله مول الدار ما يفرطوا هذاك الشيء اللي كاين. ربي الصح ما عرفتش كيفاش غنقول هذا. خاصني اختي نعرف كنتي بشحال كتخدمي باش انا ما نضيعش. 100 درهم غنمشي نجفف لك نصيق لك نعرف ندير كل شيء. شوفي اختي قالت لي. ولكن الا كانت الوالده ديالك. شوفي اختي قالت لي الدار نعطيك 2400 انا ما عنديش المشكل. صافي يلاه انا تبان لي يدك زوينه ان شاء الله فرحان. شوف انا حاط لي هذاك الشيء جابي التيت وسير في حالاتك. كل شيء موجود. صافي خويا يلاه نمشي. الحاله راه زوين. يلاه. زيد اختي دخلي. مرحبا. مرحبا بك. فين هي الوالده؟ فين اختي؟ غتكون مشات عند الجيران ولا عند خالتي ولا شي لعيب. ما تجيش ماما؟ غتجي الوالده. المهم كما كتشوف اختي ها هو البيت وهادي. انت مساند راك عارف تسم ديريهم وتخملي ليا. صافي جيب لي غير جابيل وراني شي بلاصه نبدل فيها حوايجي. صافي اختي كوني هاني هادشي كامل ناضي. صافي من خاطر شوف فيها. شوف شوف ايديا كنضرب بهم تعمال غير باش ناخذ الطريف ديال الحلال. اما يكون خاطرك اختي كوني هاني. صافي اختي. صافي. المهم صافي يلا باش نبدا. انت مساند. شوفي مساند ست فيهم هنا خمل هاد البيش وهذا انا راه نكون مريحه ليه. صافي اختي. صافي نبدل حوايجو. صافي شي حاجه اللي غن Thank you.
اختي اجي اجي واحد دقيقه. سميتي غيزلان؟ اه مشرفين، حيت ما سولتكش على سميتك. المهم بنتي لي شقيتي وسخبتي شويه هكا كيشربي لك بردي على راسك. رحم الوالدين كثر خيرك خويا، رحم الوالدين. بنتي لي حادقه غيزه، الله يعطيك الصحه الصراحه. الله يخلف عليك، الله يخلف. دغيا قاديتي الدار وتسالي ديك الثمن اللي كنت نعطيك والله. واش غدير؟ هذا هو خدمتي باش كنجيب طريف ديال الخبز. الحال صعيب اخويا، صعيب. هذاك الشيء اللي كاين، الله يسهل. الحمد لله، الحمد لله اخويا، الحمد لله. مالك غيزلان؟ مالك؟ هادشي كنحس براسي بحال فيا الدوخة، ما عرفتش مالي راسي. كنحس بالدوخة. كبشوي عليك، مالك كبشوي عليك. زوينة الفانيدة هادي، الله يرحم لي الوالدين اللي خرجها. وداك قبط له ودغيا غيباش صحاب راسها، تبقى شي نص ساعة وخمسة دقايق نوض دابا قبل ما تولي فايق عليا. شنو درتي ليا؟ فين انا؟ كلب انت ممسخ، حشوم عليك. درتي ليا بحال ما هكا، علاش؟ علاش درتي ليا بحال ما هكا؟ علاش؟ صافي الزين، ما تقلقي ما والو. نقولك الصراحة، انا شك في الموقف ودرت لك كانال ديال الوالدة، راه ما كاين لا الوالدة لا والو. انا راه من شحال هادي وكتعجبيني وبغيت هاد الفرصة، تاحت ليا الفرصة راه جبتك للدار وكوني هاني. ان شاء الله فكنا قلت لك نعطيك 2400، الفلوس موجوده، نعطيك اللي بغيتي، اللي حب خاطرك انت، طلبي المهم موجود، اللي بغيتي كلشي ديالك، العاقه موجوده. بقاي لي على خاطرك هنايا، ان شاء الله فيك، والله ان شاء الله فيك. شتي انا كون بغيت 1000 ولا 2000 درهم ما غنمشيش للموقف نضرب تعمار، انا بغيت شي حاجه جبدها بعرك كتافي، والله ياخذ فيك الحق. هادشي اللي درتي ليا غيجيب الله اللي غيديروا لك خواتاتك وغيديروا لك لبناتك وغيديروا لك حتى لامك. وخليتك الله، هادشي اللي غنقول لك انا، هادشي اللي درتي ليا عمر شي واحد دارو لي. شوف غيزلان، سمعني راه كتعجبيني ومن شحال هادي والله. الله ان شاء الله فيك غيزلان، هانتي هاك يا ويلك الساليهم. ما ياخذ فيك الحق، هادشي اللي درتي ليا غيجيب الله اللي غيديروا لك في اختك وفي بنتك وفي امك، حيت انا بغيت الدرهم ديال الحلال ما بغيتش الحرام. كون بغيت الحرام كون انا ما تلقانش في الموقف. الله ياخذ فيك الحق. سيري منك عادات، نجيب 10000 درهم هذا اللي كنت نعطيك تشيا تي، حيت كتعجبيني هادشي علاش بغيت نعطيك 1000 درهم. خليك سيري تتشي، كاينين بزاف. انا وراها الزرقاء تجي معايا، بقى معايا 3 ايام. على علاش تعدى عليا؟ علاش حشومة عليا؟ علاش انا كنقلب على خدمة بالحلال وجا تعدى عليا؟ الله ياخذ في الحق يا ربي، تاخذ في الحق وتاخذ في الحق وتاخذ في الحق يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما خرجتي شنو تتخلعي؟ خويا تعدى عليا واحد خاين، مشيت بغيت نخدم وتعدى عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد الناس هادو أختي القلب ديالهم كيكون كحل، ما عندوش الضمير، ما عندوش الإحساس، ما عندوش خواتاتو، ما عندوش مو.
كنا كنت في الزنقه وخارجه انا في الموقف يعني كنقلب على خدمه وخدمت وفي الاخر ما عرفتش شنو شربني ما بقيت عاقله على حتى شي حاجه شي واحد كيقولوا لي كعوه. دابا عاودي لي القصه واش انت كنتي خدامه ولا شنو؟ انا نعاود لك القصه من الاول اخشي. انا مشيت الموقف باش نقلب على خدمه جا عندي قال لي كاين الوالده في الدار غتمشي تعاونيها في شي في شي الوالده هذيك التخربيق. مشيت ملي مشيت جمعت شقيت في الاخر جاب لي شي حاجه ما عرفتش شناهي عصير ليمون ولا معت مناضه شي خدامه على الوالدين خدامه على والدي انا عندي الوالد ميت والوالده مسكينه مريضه وانا اللي خدامه عليها وبغيت ندخل عليها شي حاجه بالحلال. خشي مشافق معاك دابا السيده دالك شرف ومن عاودتي لي القصه انا متقبل راه شحال من واحد القلب ديالو كحل وشحال من واحد خرج على دريه دابا دالك شرفك شكون اللي غيتزوج بك شكون اللي غادي يقبل عليك اذا الدريه انا مسكينه فين كتخرج للطريق وشحال من وحده بنت عائله اقسم فمي بالله حتى بنت عائله وبنت دار كيوقع غير شي غلط صغير مسكينه كتدمر كتولي تكمي كتولي تسكر كتولي تخرج للطريق مو بنت الناس. انا قادر نصلح هاد الغلط اللي دار لك السيد هذا. كيفاش غتصلحو كيفاش؟ غنصلحو بالحلال كنواعدك والله العلي العظيم ما كنكذب عليك ما حتى شي حاجه. كيفاش بالحلال؟ انا غنتزوج بك الا قبلتي عليا. قول والله حتى غنتزوج بك. والله حتى نتزوج بك ونتعاون معاك ونوقف معاك وما ندوزك ما والو. وهاد الشهاده اللي دار لك السيد هذا اللي دار لك هاد الشهاده خاصني نتزوج بك باش نساعدك خاصني نتزوج بك باش نعاونك باش ما نخليكش تخرج للطريق باش ما ندمرش لك حياتك خاصني نوقف معاك انتي باينه دري دري ويشه ومعقوله وبنت عائله كل خدامه تحت رجليك. لا 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 ما تقوليش بحال ما هكاكشي وكنواعدك غنتزوج بك وغنديرك مرتي ديال بصح وهاد الشهاده بغيتك تنسيه بحال اللي ما كاين والو توعديني تنسي هاد الشهاده نواعدك وما يخصك معايا اختي حتى شي خير والله نتشرفك نكسيك نصبتك نحترمك نقدرك عمرني نعايرك عمرني نسبك الله يجعل لك الخير في خواتاتك الله يجعل لك الخير في مميمتك كما درتي فيا انا هذا الخير الله هو اللي غيجازيك ماشي البشر الله سبحانه وتعالى هو اللي غيجازيك يلا كما سترتيني الله غيدي سترك غيكون الخير ان شاء الله في غنمشي معاك يلا معايا للدار وما تخافي ما والو والله حتى غنكون معاك راجل انتي دابا كتقولي هاد السيد هذا كيتفلى عليا ولا كيتشبت فيا والله الا انا هو المعقول قدامك بيت الله هذا وحق الله والله الا انا هو المعقول ثقه فيا ويا من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وليدي شد الدار اليوم نقيم قاد المسان الطاول مانط جامع مصاوب كلشي الزربيه مشطبه كلشي مصاوب خليت هادشي كله مقربل جيت لقيت هادشي ناضي وما عليكش لك تي حتى اللي داير هادشي الله يرضي عليك. الواليده ما كاين ما نخبي عليك انا ماشي انا اللي جمعت الدار وهذه بانت لي واحد خدامه في الموقف وجبتها راهي انا ردت الدار بحال هكا كتشعل ولكن الواليده كاين ما نخبي عليك والله درت واحد الحاجه راك عارفه اني ما كنخبي عليك والو جبتها كانت كتقال صراحه ما نكذبش الشي الواليده عيني خرجوا فيها وهذه شديت المناضه درت ليها فنيده في مناضه غيبتها وليت معد عليها مسكين حق الله وقف فيا الحال الوالده والله ما نكذب عليك. وحشوم عليك وليدي تعديتي عليها هي مسكينه خارجه خدامه على والدها ولا على ولادها ولا الله اعلم ولا على باها وتمشيتي تعديتي عليها وراه عيب كون بغات هي داكشي كاع ما توقف في الموقف تخدم هي راه باغا الحلال وسير ولدي قلب عليها وخوضها الا درتي شي غلط صلحو راه عيب اليوم دنيا وغدا اخرى مسكينه دابا فين غتعطي الراس ثاني الا خرجت تولد ولا شي حاجه غتبقى مشرده مع ديك الترابيه عايبه هادشي ولدي اللي درت سير قلب عليها سير الله يسمح لك والله يغفر لك عفاش خرج درتي ما بغيتي هنايا غير جيتي وحده درتي السبه تخدم تيتي تكرفصتي عليها وهادشي علاش انا ما كنبغيش نخرج من الدار على قبلك اسيدي نهار خرجت حتى درتي كاريت اما غدا ولا غدا يجيو يجروك من هنا نوض قلب عليك قبل ما يجيوك تولي واخد 6 سنين تاع الحبس اللهم خذها وبقى بارك. واش نقول لك الواليده راه انا بقى فيا الحال والله راه درت لها ديك الفعله عاد باش تنادم معايا الحال مسكينه هي جايه بغات تخدم راه متفق معاك كانت باغا الحرام كره مشات تاخذ 1000 درهم 2000 درهم حتى 3000 درهم مسكينه هي واقفه في الموقف وباغا 70 درهم والله جات تنادم معايا الحال وانا فكرت قبل ما تقول لي الواليده
فكرش وقلت نمشي نقلب عليها ونصلح معها الامور ونطلب ربي يسمح لي الوالده. والله راه ماشي من عوايدي راك عارفاني انت هي. والله ديما خلق الوالده وانا نوض دابا نقلب عليها. وسير اوليدي قلب عليها في هاد الليل وجيبها لي نطلبها ونرغبها وخذها دير معاها الحلال وخذها نيت ما مجوش ما مجوش الله ما تاخذها الدرويشه قبل ما تشفي فيا العديان تولي جيبها لينا امها وعائلتها والجوقه والحاله. اللهم نتحدوا الموقف دابا قبل ما يكبر. سير قلب عليه وجي سير دير الزباين الله يسر عمرك ما درتيها زينه. حموده خويا فين حموده؟ هاني اخويا بخير الله يحفظك ليا. بغيت نسولك اخويا من قبيله وانت هنا؟ من قبيله وانا هنا. باش واحد الدريه دي زمان هنا بالك كتبكي لابسه عبايه كحله؟ عاد الفيلا تا دابا طلعت الفيلا تا واحد الدريه ضارب شعر شعره كحل وضارب عبايه ياك حد على الفيلا. الله يحفظك حموده اسمح لي يا اخويا الله يحفظك. ترى ما عرفت اواه فين مشات شادي؟ كبيرة وانا كنقلب عليها. يا ربي تسمح لي يا ربي اشو دابا نيتشي كي داير انا كنقلب عليها بغيت نصلح معها الامور وانا دابا كاع ما لقيتها. يا ربي يا ربي يا ربي نلقاها شنو ندير دابا؟ شنو نبقى نقلب عليها؟ هاي دابا الخمية طاحت فين نلقى بنت الناس هادي؟ يا ربي تسمح لي على هادشي اللي درت يا ربي. مشكلة هادي عيت ما نقلب عليها عيت يا ربي تسمح ليها. انت كتشوفني شي كي دايره اه غلطت مع هذيك بنت الناس مسكينه تعديت عليها ولكن جيت دابا بغيت نصلح الغلط ديالي وانا قلبت عليها وما لقيتهاش. يا ربي يا ربي يا ربي دير شي شاول ديال الخير يا ربي. ياربي تسمع لي على هادشي اللي درت ياربي. السيدة مسكينة جيبها تخدم بارك كتاف وليت معدي علينا. شوف مسكينة كورا خارجة تخدم على باها ولا على امها ولا على ولادها ولا شو اش انا علاش درت لها داكشي علاش؟ ولكن ربي كيشوف انا نيتي صافية جيت بغيت نصلح الامور ولكن نقلبت عليها ما لقيتهاش ما ادري ما ندير. وياربي تسمع لي ياربي. اش كاينه غيزلان تزوجت بك ولا لا؟ آه طلعتي راجل معايا صالح. واش عارفيني انا راجل ود الناس؟ وانت راك ود الناس اصلا كما كنتش ود الناس ما غاديش دير فيا اصلا هاد الخير وما غاديش تزوج بي. ماشي مشكل الله يا ودي مرحبا راك عزيزه وغاليه. الله غيستر لك خواتات وغيستر لك امك وغيستر لك اي حاجه تمنيتها وغيسترك حتى انت. هاد الموضوع هذا انا بغيت نساه بحال اللي ما كاين والو وحق الله العلي العظيم. راه عادي هادشي راه اي وحده يوقع لها والله العظيم والله ما نكذب. ماشي اي وحده غيوقع لها وقعوا لبزاف البنات بحال كما وقعوا لي انا. كنطلب الله هو اللي غياخذ الحق في اي واحد تعدى على اي شيء بنات. متفق معك هما بقاو فيا دوك البنات مساكن اللي وقع لهم هذا الشيء هذا وخرجوا للطريق وحق الله والله الا بقى فيا الحال بزاف. كون بنادم تعاونوا معاه وتستروا بعضياتهم وعاونوا بعضياتهم داك هو الربح والله العظيم. حتى دابا ما كاين حتى شي مشكل الله يخليك ليه. يلا ندور آه. بلاش عليا مبقاش تلاقيت معاها مسكينة شوف فين تلاش عليا أودي الله يسمح لي هاد نوبة مسكينة خرجوا فيا خويا ماك خويا شدنا من لحظة لا ما عندي
ما عندكش ياك ولا جدي زمنين ما عندوش درهم درهم ما عندوش ياكم غزلان مالك هذا ولا عاودت لك عليه هذا ولا تعدى عليه شي من تعدى عليك كي ولا محشوماش عليك انت تعديتي على الدريه هذه الدريه هذه دريويشه ومعقوله وبنت دارهم وبنت عائله وخدامه خدامه على الميمه ديالها في الاخر جيتي تاك واستغليتيها وديتي لها الشرف ديالها شي الدنيا الدنيا راها صغيره بزاف دوي ماك سكتي دابا علاش عديتي على الدريه اسمعني تيق بيا والله الدرية تعديش عليها وبقى فيها الحال وانا ابني دامالي عادي شحال وانا كنقلب عليها وما لقيتهاش وبسببها خرج لي هذا الشيء اخويا والله ما نكذب عليك ومتفق معاك الدنيا دوار ماشي بسببها خرجتي لهذا الشيء بسبب الله سبحانه وتعالى حيت نتايا ما كنتيش راجل الدرية كانت خدامه على امها وعلى العائله ديالها وانت وعدتها بني غادي تخدمها في داركم ومن ديتها تعديتي عليها وخديتي لها شرافه ودابا راه ولات مرتي ومن اليوم ما تبقاش توقف عليها ولا وقفتي عليها غنديك للحبس حيت ما بقاتش بوحدها حيت ولات سيده براجلها اخر كلمه قولي لي نطلب لك طلب واحد الله راه خدا فيه الحق الله راه خدا فيك الحق المهمه ديالها قولها تسمح لي الله يحفظك الا سمح لك الله غنسمح لك حتى انا حيت انت ماشي راجل كتعدى على الوليات قالت لك سمح لك الله هي سمحات لك والله ما غاديش يسمح لك حيت السيده ما سمحاتش لك ان شاء الله في راسك